نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً للرئيس الأمريكي جو بايدن تحت عنوان لماذا أذهب للمملكة العربية السعودية؟ بايدن قال في هذا المقال إن الزيارة تستهدف العمل على تنمية العلاقات مع الشرق الأوسط والمنطقة، وأضاف الرئيس الأمريكي بأن الزيارة تستهدف أيضاً إقرار السلام من جهة مع الحفاظ على المصالح الأمريكية من جهة أخرى.